وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات من أجل تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء مختار عبد اللطيف، اطلع الرئيس أيضا على استراتيجية تطويرها، خاصة ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها وتحديث خطوط الإنتاج وفق مع الثورة الصناعية الرابعة وتدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة. اجتمع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان للاطلاع على جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اللقاء وجه الرئيس السيسي بتحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي، خاصة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في عمل المحاكم من أجل الإسراع في إجراء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلساته بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وأوضح المجلس في بيانه أن القرار يأتي حرصا على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في الاستحقاق الدستوري الأرفع دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار، وتأكيدا على بقائه على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مطار طابة الدولي في إطار زيارته لبعض المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، كما تفقد أيضا مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دهب نويبع، بالإضافة إلى سير العمل بمشروعي إنشاء مسجد وكنيسة على الطريق الدائري لمدينة نويبع، وكذلك أعمال التطوير الجارية بميناء نويبع البحري. أعلن الجيش الأوكراني استهداف قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم، وبحسب رويترز فإن مصدرا بالمخابرات الأوكرانية قال إن جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين شن هجوما الليلة الماضية على قاعدة ساكل جوية في غرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا، ما كبدها خسائر فادحة. حظرت الحكومة الروسية مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء 4 دول سوفيتية سابقة، على أن يسري القرار فورا لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. وأضافت الحكومة أن الحظر سيساعد على تشبع سوق الوقود، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يشهد غد انخفاض في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.